ويلا بينا نكمل الحدوتة مع الأستاذ قيس بن الملوح. ولما طلع نور الصبح سمعت مزيكا شبه صوت الرباب، وواحد واقف قصاد الخيمة وعمال ينده علي. فركت عيني وفتحت الخيمة وقلت له: ده انت لو بتبيع فول حراتي على الصبح ما كنتش جعرت الجعير ده كله. في حد يصحي حد كده؟ أهلك معلموكش يعني إيه خصوصية؟ بصيت لقيته قيس وقال لي: اللهم زدني لليلة حبا وبها كلفا ولا تنسيني ذكرها أبدا. قلت: لا لا بقى، أنا بدرس على الصبح، اجري جابلي فنجال قهوة اصطبح الأول وروح على العربية الفول، هاتلي شوية فول بالزيت الحار وفحلين بصل افطر بيه، وبخمسة جنيه عيش بس يكون مفقع، عارف لو مش مفقع هفقع عينيك دول. ومسكت عمود الخيمة الخشب وقلت له: تلحلح ياض ما تتنحش. وطلعت اجري وراه، والغريبة انه طلع يجري، ده لو نفخ فيا حطير اصلا. وبعد ساعة رجع ومعه شوية بلح ولبن، وقعد جنبي وهو خايف يتكلم. أخدت منه الحاجة وقعدت أكل، كنت واقعة من الجوع. وسط ما أنا باكل قال لي: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأياما لا نخشى على الحب ناهية. رحت سحب العصاية تاني ومسكته من هدومه وقلت له: أنا مش قاعدة أفطر دلوقتي، أنا قلت لك تتكلم لازم تطفحني اللقمة وأنا باكل. قوم يلا غور، وتعالى كمان ساعتين اكون هضمت اللقمه بدل ما ارجع عليك الاكل ده كله. واختفى قيس وما رجعش من يوم، اكيد طبعا من اللي عملته فيه. وتاني يوم الصبح لقيت جيش من القبيله داخل عليا بالسيوف والرماح، وربطوني في عمود وسط الخيمه. وابويا قال لي: فرحك على ورد ابن محمد اليوم. قلت لهم: انا مش هتجوز غير الراجل المكمكم قيس بن الملوح، على الأقل هشغله راديو جنبي يصدعني لما كنت زهقانة. وفي لحظات سمعت صوت خناقة بره وضرب وتلطيش وعركة مولعة وسخنة العركة لدرجة إنهم كانوا هيهدوا الخيمة على دماغي. ودخلت واحدة وفكت قيودي وقالت لي: هربي قبل أن يقتلوك، إن قيس أتى بقبيلته ويصارع أباك بالخارج، ولا أظن أنه سينتصر، وقبيلة ثقيف في الطريق لنصرة أباك. لا ينهار أخبر. وخرجت برا الخيمة لقيت عم قيس مطوق الضرب في الرجالة ومسك جزء نخلة ولطش أبويا بيه، والراجل وقع مفرفر. قلت له: برافو يا قيس شطور جدا. بص لي وبدأ يقول شعر تاني، وفي ثانية وهو بصص لي هجم عليه بتاع 10 رجالة وضربوه بالسهام وأسروه. قلت له: هو ده وقت شعري يا ابني؟ عجبك كده؟ أديك اتشخرمت. لسه هيقول شعر تاني. قلت له: ما تتنيل بقى، ده كان يوم اسود يوم معرفتك. وقلت للرجالة: شيلوه هاتوا ورد ابن محمد ده، بص عليه بص جايز يطلع مسبسب بدل الجدع المكمكم اللي بلتوني بيه. وفعلا وصل عم ورد وطلع مسخن من ستي اللي سيدي، ده الواد قيس كان فيه الرمق عنه. ورحت مغمضة عيني وقلت: سبحتك فين يا درويش؟ انجدني وانا جيب لك بساقة رئيس. ولما نتقابل مرة تانية هبقى اكمل معاك وباقي الحد.